مساء الخير أعزائي المشاهدين في حلقة مختلفة جدا، وأنا الفلاح، أنا ابن التين والزيتون والتفاح والرمان، أنا الفلاح ابن الأرض والمحراث والسندان، أنا ابن التوت والجميز، أنا ابن الأرض تحضنني وأحضنها بكف حان. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الحدث اليوم، اسمحوا لي ارحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نقطة. ومن اول السطر هتكون البداية، ومن اول السطر هنحكي الحكاية، ومن غير خطوط حمراء كالعادة هنفتح كل الملفات والقضايا. والنهاردة بمناسبة عيد الفلاح هنقدم حلقة خاصة جدا في حب فلاحي مصر، في حب الفلاحين اصحاب الفضل والعطاء. معاكم صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي عشان نقدم النهاردة رسالة حب وعرفان لفلاحين مصر، أصحاب الأيادي البيضاء، أصحاب الفضل علينا، أصحاب الخير. عايزينكم كمان تبعتوا لنا أهم مشكلات الفلاحين. احنا النهاردة الحلقة كده فلاحي، عايزين حبايبنا وأهالينا وأجدادنا أبهاتنا أصحاب الإيد الشقيانة اللي بناكل منها، عايزين نناقش معاهم مع ضيوفنا مشكلتكم إيه. الفلاح كلمة بتشرفنا، الفلاح صاحب فضل علينا كلنا. بص كل حاجة حواليك هتلاقي بصمة الفلاح واضحة ناصعة. بص في الغذاء، بيتك في كل حتة هتشوف قطرات عرق الفلاح بتغلفه وتشرفه وبتشرفنا. بنفتخر فلاحين بلدنا، بقول لكل مصري افتخروا بكل كف مسكت الفأس لغاية ما عملت ورسمت نياشين العزة والشرف. افتخروا بكل بشرة سمرة رسمت عليها الشمس خطوط الزمن، وكل خط فيها بيقول أغاني ومواويل، وكل خط فيها بيحكي حكاية كفاح وشرف وفخر. تحية لكل فلاحين مصر، تحية للفلاحين في عيدهم الموافق 9 سبتمبر من كل عام. ليه 9 سبتمبر؟ اليوم ده صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي اللي توزعت فيه الأراضي اللي كانت في إيد مجموعة محددة من الإقطاعيين، توزعت على كل فلاحين مصر. كانوا شغالين فيها الأول بالصخرة مش حاسين بخيرها، بقت في ايد كل فلاح. فتحية لكل فلاح مصر، وتحية لكل فلاحة مصرية، عظيمات مصر اللي ما نقدرش ما نذكرهمش. تحية للسند والظهر اللي واقفة في ظهر جوزها ليل ونهار، تنزل وبتشتغل معاه في الغيط، امي وامك، وتكافح وتعافر وترجع البيت تشتغل شغل بيتها وولادها، يعني قايمة بالدورين. تحية ليك يا ست الكل، وتحية لضيوفي نقطة من أول السطر. اسمحوا لي يعني سعيدة وفخورة النهاردة معايا ضيوف عزاز على قلبي، معانا موضوعات ساخنة جدا هنطرحها معاهم النهاردة. معايا يعني الحاج محمد العقاري نقيب الفلاحين في مصر، نورنا حاج محمد. ده نوركم والله، بشكركم. وهنبدأ طبعا على طول، بس عايزة أرحب بالمحاسب، يعني مش عارفة زي المحاسب بالجلابية المحاسب زهير ساري رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي في مصر. منورنا حاج زهير. أهلا وسهلا، منور الدنيا. أنا بحب أقول حاج زهير، مش عارفة ليه مش المحاسب. أنت بتحب المحاسب؟ لا بحب، بس النهاردة احنا قعدتنا فلاح. طول ما أنا لابس دي بحب الحاج زهير. احنا قعدتنا النهاردة بقى فلاح قاعدين في الغيط. طبعا هتبقى الحاج زهير يوم الفلاحين واحنا كلنا حابين. والحاج محمد. حاج محمد هبدأ معاك. يعني احنا بنتكلم عن شريحة كبيرة من المجتمع، يعني شريحة عددها انا اعتقد بالملايين، انت معايا ان هم لا. ملايين الفلاحين في مصر. الفلاح طبعا مش لوحده، أسرة بتكون كاملة معاه. اعتقد ان رغم المجهودات اللي الدولة بتقدمها مؤخرا عشان تساعد الفلاح في زيادة الانتاجية، لكن لسه عندهم كثير من المشاكل. عايزين نطلع في الحلقة دي بنتائج مفيدة.
انت شايف من وجهة نظرك كده وانت قاعد مع الفلاحين، ايه اهم المشاكل اللي بتقابل الفلاح المصري؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بقول فلاحين مصر كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يقعد عليكم بألف خير ويكون في تقدم وازدهار كمان وكمان. وبنشكرك على التقديمة والكلام الطيب اللي وصل اكيد قلوب الفلاحين والست الشقيانة الفلاحة، والتين والزيتون والتوت، وحضرتك حافظه حاجات بصراحه انت يمكن من نبع الريف يعني. طبعا على ما اعتقد كلنا يعني اصولنا ريفيه، وانا بقول ان الفلاح طبعا هو ابو الضابط والدكتور طبعًا والمدرس، هو ابو كل فئات المجتمع، وكلنا معظمنا اصلنا فلاح يعني. فاحنا بنشكرك وبنقول لفلاحين مصر كل سنه وانتم طيبين، وعد عليكم بالف خير طبعا، وان شاء الله بفضل تعاون ومجهود الدوله اللي هي باصه للزراعه وباصه للفلاحين. ولكن لا ننكر ان في مشاكل، ولازم نكون واضحين وصادقين في نقل الصوره، وبنشكر اعلامكم ان هو بيبرز القضايا بتاعت الفلاحين بتاعتنا احنا يعني. الملف الزراعي من اهم الملفات طبعا اللي بتهم البرنامج بتاعنا، والملف الصناعي طبعا، لكن اساس الصناعه زراعه. والله انا شايف ان معظم البرامج دلوقتي بدات تركز كمان على الزراعه بسبب الحروب. نعم. اللي دايره حوالين مننا، اللي مش هيجيب قوته بايده. نعم. هيتعب في السنين اللي جايه، مش احنا كمصر، كالبلاد اللي حوالين مننا اللي مش هيتعب. فهو اتجاه جدا للزراعه، واللي احنا بنقول على الزراعه تقوم الصناعه، وعلى الصناعه تقوم يعني التجاره. افكرك بكلمه الشيخ الشعراوي قال كلمه فيما معناها: من لا يملك قوت يومه لا يملك كلمته. نعم. لا يملك قوته. نعم نعم نعم. وده شيخنا وشيخنا الجليل. قوتنا هو قوتنا. ودي الحقيقه، وده اللي هنمر بيه لو احنا ما وفعلا الرقعه الزراعيه زادت، ولكن مش هننكر ان في مشاكل، واولهم طبعا ويعيدني زهير بيه مشكله الاسمده. لازم من حلول يعني، وزير الزراعه كان تبنى المشكله ونزل بحيره وقال هنحلها الايام اللي جايه، ويمكن زهير بيه كان معاه امبارح. احنا لازم يكون في حل جذري، شكاره مدعمه ب 260، ممكن اقول لك ساعات بتتفضى في الحر او 1000 و1200، ودي مشكله يعني عويصه، ولكن هي لها حلول يعني. احنا برضو ما نحملش حد فوق طاقته، ولكن الدوله فعلا بتدعم الاسمده. نعم. لكن التسريب بيتم ازاي، او يعني القصه ايه؟ يعني انا اقول جشع برضو، يعني ما اقدرش اقول جشع كده، جشع تجار او كيانات معينه ما بتخليهوش يوصل للفلاح لمستحقيه. لمستحقيه. طبعا طبعا، دي اول نقطه الاسمده. ثاني حاجه السياسه التعاقديه. نعم. لازم يكون في سياسه تعاقديه، سواء في القصب او البنجر او بعض الزراعات، معظم الزراعات لازم الفلاح يطمئن ان المحصول بتاعه طالع يعني، وعارف مصيره فين، ما تسيبوش برضه للتاجر وجشع مثلا التجار او كده يعني. طب اسمح لي انا انقل بقى على الحاج زهير، يعني رئيس الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي، يعني المفروض ليها دور رئيسي وعصب في هذا الموضوع، السماد، وازاي اوصل الشكاره للفلاح بالسعر المدعم اللي يستحقه. الأول بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وفلاحين مصر بخير ومصرنا كلها بخير دايماً. حضرتك طيب. عايز الفرصة دي، وطبعاً زي ما قلت حضرتك إن أنت مهتمية أو برنامجكم مهتم الأول بالزراعة. الزراعة هي عصب الاقتصاد المصري، وزي ما قلت حضرتك إن الزراعة لابد إن يقام عليها صناعة عشان تدي الاقتصاد القدر المأمول منها، عشان تجيب قيمة مضافة للمنتج والزراعة. تعظيم موارد الدولة لن تعظم إلا ببداية ملف احنا مصر الزراعة. بلد زراعي. نعم. أرض ومية، حتى في ظل الندرة دي برضو في الدولة متجهة إن هي ترشد المية، وإن هي توجد مصادر بديلة مع عملية تحليل مياه الصرف الزراعي. في الحقيقة أنا مش عاوز ألخص كل مشاكل الفلاح في موضوع شكارة الأسمدة. طب خلينا في اهم حاجه بتواجهه، طبعًا شكاره السماد. هي شكاره السماد، ما التكلفه بتزيد، محدش بينكر ان شكاره السماد السنه دي كان فيها مشكله للفلاح، ولازم نعترف بكده. نعم. المشكله انا فلاح وعشت مشكله الفلاح. الاسمده فعلا كان السنه دي الفلاح اتعذب عشان ياخد شكاره الاسمده. طبعا زي ما احنا عارفين ان شكاره الاسمده موضوع الغاز، انا مش بوجد مبرد بس ده اللي احنا بحثنا وماشيين. موضوع الغاز كان فيه مشكله اثرت على مصر وعلى حاجات كتير، مش على شكاره الاسمده بس، ومنها الكهرباء زي ما كان الانقطاع الكهرباء. الغاز مكون اساسي من صناعه الاسمده، مش بيستخدم كوقود بس او كعامل ان هو توقود بس، لا ده هو بيخش في مكونات الازوت
بيتعامل معامله ميكانيكيه وكيميائيه معينه بيطلع لنا الازوت. فاذا مفيش غاز مفيش اسمده، الازوت ده هو المكون الاساسي للاستماد الكيميائي. يعني ازمه الطاقه بتعمل انعكاس مش مباشر، مش طاقه بس، ده الغاز هو الغاز مكون بيصنع بيستخرج منه الازوت اللي بيصنع منه الاسمده الازوتيه. حصلت المشكلة ديت، احنا في الموسم الصيفي طبيعي بيبقى في زيادة على الأسمدة، على الطلب في الأسمدة في شهر 7، من نهاية 6، 7، و8 دول ذروة استخدام الأسمدة. نعم، ما هي دايما الأزمة في شهر 7 و8 بالظبط، الفلاح بيستخدمهم في التوجيت ده بالذات. حصلت في نفس التوجيت ده في الأشهر اللي بتكلم من حضرتك فادي، هي برضو نقص الغاز وعدم كفاية الإنتاج ما بديناش الكمية. لو تم إنتاج الغاز بالكمية المطلوبة أو الكمية المعتادة ما كناش هنحس بأزمة الأسمدة. في بقى اللي أنا عاوز أطرحه، إن طبعا هو في استعداد، والوزير الزراعة الجديد المحاسب علاء فاروق إدى الموضوع ده في أول أولوياته وأول زياراته المدنية ركز عليه. مش هنقول ان الحكومة ما تحركتش، لا اتحركت وبدأت تشغل مصانع الاسمدة. ده تم السنة دي في الزرع الصيفي بس دي بتاع شهر 7 و8 ده، بس كان ايه الازمة دي؟ احنا قلنا عشان بداية الزرع الصيفي. انا عاوز اقول لحضرتك يوم توقف، انا حاولت ابقى فلاح على قد يوم توقف بس في المصنع يعمل لي ازمة. طيب، يوم في الذروة ده، ما بالك ان احنا اتكلمنا في ازيد من 25 يوم، 25 يوم في ذروة الطلب عليهم، مصانع كانت شبه متوقفة عن انتاج الاسمده. طب عشان اسمح لي اقول لك ان كان في برضو ازمه في السماد قبل توقف الغاز. ما احنا داخلين على يعني الزرور. مش الغاز بس، لا هو من قبلها كان في ازمه برضو في ازمه، لان بقى من المعتاد ان ذروه الطلب بتبقى في نهايه 6 و7 و8. جزء منها الغاز، الجزء الثاني الجزء الكبير، ما هو انت عندك اصلا يا دوب اللي بيطلع. متحكمين يا حاج زهير، خلينا نتكلم بصراحه. لا انا مش عاوز مين السوق، في سوق سودا. ما السوق السودا مش هو السبب على فكره. لا السوق السودا هيخفيها عشان يباعها ب 1200 و1300، انا ازاي اوصل؟ احنا على فكره انا عايزين نفيد الفلاح في القعده دي. منظومه الاسمده اللي معموله فيها احكام جدا لعمليه تسريب الاسمده، فيها موضوع الكارت اللي اتعمل، كارت الفلاح دهوت، انه ما عادش يقدر يصرف او اي حد يصرف غير بالكارت الفلاح، بتخش ينضرب على المكنه في الجمعيه وياخد كميته. ما هم معاهم في مشاكل برضه، ما هم مش كل الفلاحين معاهم كروت، ما هم في صرف القيازه الزراعيه بحجم الارض بتاعته بيروح يقول انا عايز كام شكاره سماد ياخد بيها بالسعر. مش عاوز، هو بتنزل له على المنظومه الكميه بتاعته، ليه مساحه كذا، زرع محصول كذا في الحص بيبقى له كميه كذا النهارده. طب هل كل الفلاحين خدوا كروت؟ النسبه الكبيره خدت كروت، بس في انا على حد المشاكل اللي واحنا بنجهز للحلقه ان اغلبهم ما خدوش الكروت. لا في حوالي احنا نعترف، انا مش انا على فكره انا فلاح وبتكلم عني فلاح، انا فلاح حوالي مش بتكلم على اني على اني في الحكومه او انا مسؤول حكومه، انا بتكلم كاني فلاح وعايش القصه معاهم وعارف ايه اللي بيحصل. طبعا في حوالي 70% او اكتر من 70% او نخش على 80% صدر لهم كارت زي، في حوالي 20 او 25% حضرتك حاج زهير راجل منتخب. بالظبط. يعني انا المنتخب مش موظف حكومي في الموضوع ده، مش موظف حكومي، يعني انا المفروض يعني بتكلم بلسان الناس، بتمثل شريحه أيوه الفلاحين ومشاكلهم، وبتكلم بلسانهم وعايش همومهم، بس انا بحب ادي المشكله حجمها، ما اداش ازيد من حجمها عشان تنحل. في حوالي 75% تم عمل الكارت الذكي لهم، 25% عندهم مشاكل في نقل الحيازه ما بين ملكيه، ما انا مش هدي له حيازه من غير ملكيه، او في نزاع ملكيه، نزاع الملكيه ده بيبقى احنا سبب فيه، انا واخواتي توارثنا في مساحه، لا انا راضي اعترف للتاني ولا هو راضي يعترف لي، فتخش في الجمعيه مش هتدي لك حيازه، مش هتعمل لك حيازه، هتبقى حيازه الوريث لسه، لان فيها مشاكل ورثه او مشاكل بيع وشراء او متنازعين. طب واللي معاه كارت في الملكيه؟ اللي معاه كارت عنده مشكلتين تانيين، عنده مشكله ان عدم توافر السمات في الجمعيه، عنده مشكله في عمليه الكارت ذات نفسها. احنا طبعا زي اي حاجة بتخش النهاردة بتحدث بتحصل لك فيها مشاكل، ممكن تفاجئ ان مثلا مفيش نت في المنطقة دي، ما هو شغال على النت المكنة اللي شغالة في الجمعية، ممكن تلاقي مفيش نت، ممكن تلاقي في المشكلة في الحصر، ممكن يقول لك السيستم واقع، دي مشاكل بتظهر والفلاح بيتحملها، يعني دي حاجات فعلا بتقع على عيب الفلاح،
من ضمن اي نظام جديد او اي سيستم في مصر، ما جينا ندخل التابلت في المدارس ونشغله على الطلبه، حد عرف يشغله؟ لا ما عرفوش. ليه؟ المشاكل، النت بيقطع، في السيستم بيع، في العيال كانت الاولاد الطلبه كانوا في الامتحانات والسيستم بيع وبيلغوا الامتحان ويعيدوا تاني. بتحصل دي عندنا برضه في الجمعيه، ان السيستم ممكن يقع، ان في غلطه، ان الحصر ما نزلش. يعني حضرتك بترجع وجود سوق موازي؟ اصل انا الكلام ده لو انا الشكاره مش متوفره، انا اقول لك السوق الموازي لو هي متوفره في السوق الموازي ب 1200 جنيه و260 جنيه هي اللي مش متوفره عند السيستم. انا اكلمك في السوق الموازي بتقول ليه. يعني ايه سوق موازي؟ يعني في ناس مش لاقيه اسمده بتاعتها في الجمعيه بتدور تاخد اسمده بتاعتها من بره. هم مين دول؟ مين اللي بيدور يشتري الشكاره؟ الفلاح اللي مش لاقيه. مين هو؟ مين؟ لا، الفلاح المحيز وحيازته مستقره بيلاقيها، ممكن ياخد نص الكميه وبيتاجل بالنص الثاني. طب ما نستنى نقيب الفلاحين. انا هقول لك مين. انا عاوز على فكره، انا مش بقى لا هي في ازمه، انا مش بانكر الازمه ولا بنكر وجود المشكله، ما بنكرهاش، بس انا بديك التفسير الحقيقي لها. هو ليه سوق موازي؟ هو ليه انا كفلاح اروح اشتري شكاره من السوق السوداء؟ ما ليه؟ عشان انا مش لاقي شكارتي في الجمعيه. نعم. طب ليه ما مش لاقي؟ لا اسباب. السبب الاولاني اللي بقول لك كذا سبب، يعني سبب اولاني انه ما طلعش كارت. السبب الثاني ان السيستم واقع ولا الجمعيه ما فيهاش اسمده. طب في اسباب ثانيه بقى، في ناس اساسا ممكن يبقى معاها حيازه وممنوع من صرف الاسمده. اللي هو مين؟ في مثلا بنص انه الحيازه اللي فوق ال 25 فدان ما تاخدش اسمده. تمام. وجهه نظرهم ليه؟ بيقول لك دي اسمده مدعمه، واللي 25 فدان ده مش من حقه ياخد لان هو عنده ما يكفيه. يا جماعه انا بقول حاجه ثانيه، ادوا ابو هو ذنبه ان هو عنده ازيد من 25 فدان؟ ده ذنبه؟ ده مش ذنبه، ده ربنا اللي اعطاهم له ورزقه بيه. طب ابو 25 فدان مش بيساهم في الانتاج الامن الغذائي في مصر ولا بيساهمش؟ هو مش بيطرح منتجه في السوق ولا ما بيطرحش؟ يبقى من حقه ياخد اسمده طبعا من الجمعيه. طب انت عاوز تميز التاني الفلاح البسيط اللي حياته صغيره، طب اديها له بنص دعم، اديها اللي بتاع ابو 25 فدان ده بنص دعم. ليه؟ عشان ما يروحش يخلق لي سوق سوداء، عشان ما يروحش ينافسني انا ابو فدانين وثلاث واخد انا خمس ست شكاير بره ورايح احطهم في ارضي، الاقيه واقف لي ابو 25 فدان يقول لي اديني اللي انت خدته من الجمعيه دوت، وبدل ما انت واخدها ب 200 وفي الاخر هيرجع على دماغ مين يا حاج زهير؟ على حساب الفلاح. والله هيطلع السعر، هيرفع السعر وهنا في إيه؟ طب انت وفرت عاليه، وفر لي انا عاوز احل المشكله. هيرفع سعر الثمره، مين اللي هيشتريها في الاخر؟ والفلاح الصغير برضه هو اللي هينظلم، هو اللي هينظلم، هو اللي زرعته مش هدف. نعم. انا طالع من الجمعيه معايا خمس ست شكاير واخدتهم ب 255 جنيه، طب هو بيقول لي اديها لي ب 1000 جنيه ولا ب 1200، هلاقي يطلع لي 1000 جنيه في الجمعيه؟ مش هزرع، مع حاجتي مع حاجتي انا هديها له وافرح بال 2000 3 ولا 5000 اللي اخدتهم، وههمل الزرع بتاعي. طب انا لو اديته ووفرت له بتاع ال 25 فدان ده كنت انا مش هيخلق لي سود. عندي كمان فئه وممنوعه من الصرف ومعاه حيازته ومع كل حاجه بس ممنوع من الصرف. وانا مع حلوه ممنوعه من الصرف دي. انا على ممنوعه من صرف الاسمنت. انا مع العقاب. نعم. ليه؟ اللي هم متعدين على الارض الزراعيه. نعم. اللي اتعدى مثلا راجل عنده خمس افدنه او ثلاث افدنه وراح بنى منهم على جراط، ده اتعدى وده راجل ايه غلطان ومخطئ في حق نفسه. لا وفي حق الدولة. لا ده يستاهل العقاب. طب كويس، مش مشكلتنا ده. انا عندي نقطه تانية. اللي صغير اللي حيازته بسيطه ده يستحق. ليه؟ لانه ايه؟ والكبير برضو يستحق، لانه تعدى على ارض زراعيه وتعدى على الارض اللي بتوكله وضيع ثروه قوميه في مصر. بس انا عاوز ادور على بقيه الخمس فدين او الثلاث فدينين. نعم. اللي ما يتمش التعدي عليهم، انا اروح اعاقبه جنائيا. نعم. واروح اعاقبه ماديا وامنعه من التامون وامنعه من كل حاجه، بس انا عاوز ادي للارض اسمده عشان الاسمده بتاثر على الانتاج. انا عاوز اطلع بره ده كله. ده كله على فكره موضوع احنا كلنا حاصرين مشكله الفلاح في شكاره الاسمده الازوتيه. لا لا لا، احنا بناخد جزء. اما شكاره الاسمده الازوتيه على فكره في اسمده عضويه. نعم. وبتادي نفس واحسن من الاسمده الازوتيه، وهي لو احنا رابطين بالزراعه الحديثه ورابطين نفسنا بتطور في مجال الزراعه
مش هنقتصر التسميد فقط على الاسمده الزجاجيه. ما هو لسه ما طالش القليل عشان يخش في مرحله التطوير حقيقي. لا احنا عاوزين ندخل في اللي دي بقى. طب عاوزين نطور. التمثيل الاولاني اصل هو دايما الواحد بيبتدي على قاعده ويبقى عنده البيز الاساسي كده ويبقى عنده كل ادواته عشان يزرع وانا ليه اخلي وبعدين هيخش في منظومه التطوير وهو ما حصلوش الرفاهيه انه وصل لمرحله التطوير. ما انا ما وصلتهالوش، انا ما ساعدتوش انه يوصل، ما عرفتوش بيها، ما ساعدتوش انه يعرف بيه انه لا يقصر التسميد على تسميد الزرع. الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي. تمام. طب نقابه الفلاحين. نعم. حاج محمد، يعني المفروض ان الفلاحين دول ليهم حقوق. ومين يلجأوا لمين؟ يلجأ للنقابه، المفروض يعني دول عصب الحياه في الدوله. لما اسمع ان في مفيش نقابه رسميه في الدوله للفلاحين. وبعدين اسمع ان في نقيب سين ونقيب صاد ونقيب عين، الفلاح يروح فين الاول؟ يعني انا فوجئت طبعا، يعني انا شفت بنفسي البطاقه بتاعت حاج محمد العقاري لقيت فيها رسميا نقيب الفلاحين بمصر. تمام. المشكله دي بقى فين؟ ايه كل هذا الصراع؟ والله انت حضرتك وقبل كده قلنا قول فصل ما فيش نقاب. ايوه حضرتك اتحققت بنفسك من البطاقه. ثانيا انا نقيب منتخب بمجلس الدوله، وصدر جواب من مجلس الدوله لوزاره القوى العامله، والكلام ده موجود ومثبت طبعا، وتمت شكاوي مع المنافسين بالنسبه لي، والحمد لله صدر جواب من مكتب وزير الداخليه بعد التحريات من الجهات الامنيه والمعنيه ان ده نقيب عن فلاحين مصر. ولكن حصل لي ظروف وغبت عن السياحه فتره يعني، ففي ناس استغلت هذا الغياب وبدات تظهر بصفه نقيب، وده اللغط اللي حصل يعني. نعم. وانا خلاص الظروف اللي حصلت عندي انا ما كنتش في دماغي الرجوع تاني، ولكن برضو تحت مطالب وضغوط النقباء في المحافظات وزمايلي اللي احنا كنا بنحل مشاكل الناس، انا رجعنا تاني من حوالي شهرين ان احنا هنمارس برضو نشاط النقابه. نعم. واحنا في الاول وفي الاخر نقابه خدميه، احنا كنا بنخدم يعني الناس. حاج محمد قول فصل، في نقابه عامه طبعًا للفلاحين طبعًا رسميه في طبعًا مصر؟ طبعا يا فندم. طبعا يا فندم. اما اللي انت قراتيه ده ايه او اللي شفتيه ايه؟ وانت النهارده كويس. انا اتلخبطت. لا ما تتلخبطيش. لا انا اتلخبطت. احنا انا كل ما اكلم حد يقول لي ما فيش نقابه رسميه للفلاحين، يقول بقى براحته. وفي نقيب سين وصاد وعين، وبعدين لقيت بطاقه الحاج محمد رسميا بطاقه خارجه من سجل مدني مصري انه نقيب الفلاحين في مصر. نعم. طب ايه اللخبطه دي؟ يعني احنا عارفين النقابه يعني يا اما نقابه مهنيه زي نقابه المهندسين والصحفيين والى اخره، يا اما عماليه بتتبع اتحاد العمل. تمام. اشرح لك انا بقى. اتحاد العمال. لا هي بتتبع وزاره القوى العامله. بتتبع ايه بقى؟ ما انا بقول لحضرتك، ولكن احنا طلبنا بقى بين مهنيه والقانون صدر وجبناه انا من اول السيد رئيس الوزراء شريف اسماعيل، يمكن انا قعدت معاه وطالبنا ان النقابه تبقى مهنيه لان دي اقدم مهنه في التاريخ واحدث نقابه، يعني جميع المهن لها نقابات الا نقابه الفلاحين، فتعملت عماليه الى حين يتنشا قانون ويبقى لها مقرات رسميه من الحكومه، فكنا نتبع القوى العامله، وده اللي طالبنا بيه، والقانون وصل على فكره من وزاره العدل الى مجلس النواب، ومن مجلس النواب حاليا هو في مجلس الشيوخ لدراسة القانون وأصدار القانون بنقابة مهنية تتحمل مسؤوليتها ومصاريفها الدولة. لكن طب احنا اسمح لي أقول تصريح كان وزير العمل السابق وليس الحالي مش أستاذ محمد جبران، قالوا إن نقابة الفلاحين هي لجان نقابية. ما أنا جاي معاليك بقى، فالنهاردة احنا عندنا لجان في المحافظات تم إصدارها رسمي. نعم. بختم رسمي ولها حساب بنكي، عندنا حوالي وليها فروع في المحافظة. طبعا لنا دلوقتي 12 يعني نقابه، يعني الفلاح ما يكون عنده مشكله يرجع لهذه أيوة النقابه. ايوه فندم، ما انا جاي معاليك اهو، احنا عندنا 12 نقابه متقننين مهنيا في القوى العامله حاليا. تمام. موجودين ماشي، ولكن احنا بنقول ايه؟ احنا عايزينها مهنيه اسوه بالنقابات الاخرى، ولكن احنا هنتن تحت مظله اتحاد العمال الى ان يصدر القانون، واحنا مش في حرب ولا بننتحر صفه حد، اي حد مفروض لما هو يدعي
اي صفه نعم يجيب ما يشبه ذلك. تمام. والمفروض الاعلام يتحقق يعني لهذا الكلام. اي نقابي تاني لازم يطلع بطاقته زي حضرتك. مش شرط يا فندم. كده بكل جراءه. بص يا فندم. لا حضرتك عجبتني بكل جراءه اهي بطاقتي حضرتك بتقولي لي ما فيش نقيب. تمام يا فندم. انا رئيس النقابه. هو انا لما اغيب عن الساحه فندم. شويه لظروف نعم يقوم فلان يدعي وفلان يطلع وفلان يقول هات ما يثبت وبعدين القنوات الاعلاميه انا مش عايز اقول ان في معدين. لا لا احنا عايزين نوضح. ما انا بوضح لك يا فندم. يا فندم يا فندم انا جاي لك ما يبقاش في معد عايز يجامل حد وياخده ويوديه بطريقه مش نعم. اتاكد منها القناه الاولى والثانيه ما بتسمحش والتلفزيون المصري قال لي الكلام ده مش بتسمح لواحد يخش القناه الاولى ولا الثانيه نعم. الا بالصفه اللي انا كانت عندي دي على فكره يعني اما بعيد القنوات انا مش هتحكم فيها المعد بيجيب واحد ضيف ويقدمه خلاص منعوز. يقدمه خلاص يا حاج ماشي يا فندم معانا تليفون مهم مهندس اسعد منادي رئيس الاداره المركزيه للتعاون الزراعي مساء الخير يا باشمهندس مساء النور منورنا في نقطة من أول السطر مساء نورك والله نورك باشمهندس كنا بنتكلم عن أزمة الفلاح وأهم المشاكل وكان بالنسبة لنا بقى الأسمدة الزراعية والسوق الموازي والسعر الرسمي أيوه معاكي تمام اتفضل يا فندم كل سنة وإخواننا المزارعين بخير حضرتك الفلاح اما بالنسبه للاسمده الاسمده دلوقتي متوفره توجيهات معالي الوزير حتى دلوقتي بدأ ضخ اسمده في جميع الجمعيات حتى الجمعيه اللي هي ما فيش ادينا تعليمات هنحول لجمعيه لو فيها اسمده متوفره في كل الجمعيات يا فندم حتى لو الجمعيه ما فيهاش بنحول على طول الجمعيه اللي فيها اسمده بنحول اخونا المزارع على الجمعيه اللي فيها اسمده بالسعر الرسمي ايوه فندم السعر الرسمي طبعا هم الفلاحين بيقولوا الجمعيه ما تقدرش تزود جنيه يفرح في عيد الفلاح ده خبر جميل يعني يسعدنا ويسعد الناس كلها جميل كده طبعا طب هو هي سعرها الرسمي في الجمعيه 260 جنيه 55 256 جنيه خليها على حد ذاتها انت اصبر بعد السنين الجنيه اللي زاد متوفره يا باشمهندس يعني لما يروح المزارع ويطلبها بالكارت هيلاقيها طبعا يلاقيها لو ما لقى الكارت ده سهل كل شيء لو ما لقاش في الجمعيه دي ممكن ياخد بالكارت من اي جامعه تانية بالظبط زي بطاقه التموين أيوة. من اي بقال تروح دي زي بطاقه التموين من اي مكان يصرف منها مش طب مش. طب ما ننزل على ارض الواقع احنا جايلنا شكاوى كتيره من الفلاحين ان هو بيروح ويقولوا له مش موجوده مش متوفره لا لا ده ما فيش الكلام ده احنا مجرد ما اي حد بيعمل ايه عشان يحصل عليها على الطبيعه بنودي اسمده للمكان ولو ما فيش بننقله لاي مكان تاني يصرف منه يعني لو على الصفحه ناس قالت مفيش نتوجه لحضرتك لا لو في اي حاجه توجه لي نتواصل مع حضرتك تعمل لنا خط مفتوح مع نقطه ومن اول السطر ده مع ايه؟ احنا عارفين ان حضرتك بتستجيب للطلب يعني لا لا طبعا طبعا بس احنا قاعدين عشان خدمه المزارع هو ما حدش ينكر ولا نكر ولا اسعد بيها يمكن ان كان في فتره فعلا نعم. فيها ازمه وفيها الغاز ومأثره لغايه دلوقتي بس هي نعم. بدات العمليه تشتغل دلوقتي ليه السوق الموازي؟ ليه السوق الموازي يا باشمهندس؟ نعم ليه السوق الموازي؟ ليه السوق الموازي ده؟ يعني نقدر نواجهه بص هي طول ما في خلي بالك دلوقتي يعني سعر لسلعه واحده نعم فبيحصل فيها برضو بعض الضروب لان انت عندك توسع افق كتير نعم. فبرضو الاراضي دي بتحتاج اسمده ففي ناس ممكن تاخد حتى قاعده اللي هم حائزين الاصليين ممكن يكونوا مأجرين ارضهم فممكن يتصرف في كميه الاسمده اللي هو بياخدها لان البلد انا الاسمده للحي فممكن بقى في الحته دي هو بيتصرف في كميه الاسمده بتاعته لكن إيه؟ بالنسبه للحائزين التانيين لا الاسمده متوفره داخل الجامعه نتمنى نعجل بالكروت لان في ناس كتير اشتكت انها لسه ما حصلتش على الكارت يا باشمهندس لا 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 هو في بس مشاكل ورثه لكن اي حد بيتقدم خلال 15 يوم بيكون واخد الكارت بتاعه ودي توجيهات معالي الوزير يعني طب باشمهندس امتى اسعار الخضار والفاكهه هتنزل؟ هو بس الاثنين التغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحراره دي اثرت على بعض المحاصيل وهي بس بين العروض وبعضيها يعني ممكن ان شاء الله على اخر شهر 10 تبتدي تلاقي في انفراج لبعض السلع بالنسبه للخضروات. نتمنى ذلك يا باشمهندس. ان شاء الله. باشمهندس اسعد منادي رئيس الاداره المركزيه للتعاون الزراعي بنشكرك على وجودك الطيب ونرجو ان دايما يكون في تواصل معنا ونقطه من اول السطر. ونرجع لضيوفنا. حاج محمد خلاص قوله انفصل. نعم. خلاص في نقابه للفلاحين. ان شاء الله باذن الله ولو مش عايزين نقابه بلاش يعني غض النظر في مكاتب رسميه للتوجه ليها طبعا عندنا المقر موجود والناس بتتعامل معانا بتتواصل معانا ولسه يمكن انا جاي لي شكوى دلوقتي من هنا برضه بسبب السماد واحد بطاقته كارت الزكاه يا زهير بيه ضاع نعم فما اعرفش يصرف السماد طلع بدل فائد جه يصرف
قالوا لا ده السماد رجع تاني. ليه؟ السماد رجع تاني. لا يعني لا لا ها شكوى جايه من ضمن الشكاوي يعني. لا لا مش منطقي اللي بتقوله. فالمهم يعني هو راجل من هنا بعد شكوى ويمكن انا ولا انا عاوز اتنقل برضو يعني حته اتفضل الاول النقابه بالنسبه لنا احنا كتعاونيات بالنقابة احنا بنعتبروها حاجة بتوصل صوت الفلاح اللي احنا كلنا ببطاقة واحدة احنا الاخر عاوزين منظومة الزراعة بتاعتنا تتقدم وتتحسن. اما يبقى فيها نقابة ده شيء كويس جدا وما زعلناش كتعاونيين وده حاجة يعني حتى في ناس بتحاول تستغل في حاول ناس بتستغل تقول لك ان التعاونيين والنقباء دول ضد بعض او القبل فلاح. لا انا احنا كلنا في الاخر عاوزين منظومه الزراعه تبقى كويسه. طبعا. وزي ما قال محمد الحاج محمد ان الدستور نص ان يبقى فيه نقابه فلاحين. نعم. والمفروض يتعمل قانون له. والمفروض عشان يتفض النزاع اللي ده بيقول انا نقيب وانا نقيب والتاني بيقول انا نقيب، لا المفروض انا بطالب ان سرعه عمل النقاب وتحديد اختصاصاتها. وتحديد مين اللي يبقى نقيب ويفتحوا لا. مجال الانتخابات لا. ويتقدم الناس ده جو صحي وجو ديمقراطي وينتخب. احنا كتعاونين محطوطين في قانون 122 لسنه 81 والمعدل في سنه 82 والتعديلات اللي في 2014 2004 وشغالين عليها وبننتخب على هذا الاساس. بنتمنى برضو يبقى نقابه الفلاحين بنفس الطريقه وما فيش تنافس. نعم. الى جانب ان في نقابه المهن الزراعيه، الى في نقابه العاملين بالزراعه، كلها موضوع كله يتكامل مع بعض كله يتكامل في ان احنا ننجح الزراعه. انا بقى من جانب ان انا راجل تعاوني نعم. انا ليا حلم ما يتعارضش مع احلام الاخرين. انا ليا حلم الجمعيه ديت الجمعيه الزراعيه نعم. او دي بتاعه الفلاح ملكه مش بتاعته تجاوزا مني ولا تفضلا مني. الجمعيه اساسا هي ملك الفلاح. مين اللي يمتلك الجمعيات الزراعيه؟ هم الجمعيه العموميه لها اللي هم الفلاحين اللي هو كل مساهم او مساهم في الجمعيه او محيز او مملك داخل زمام الجمعيه. نعم. الناس دي عملت مساهمات من فلوسها او من جيوبها عشان تعمل حاجه اسمها الجمعيه الزراعيه. عملتها عشان ايه؟ عشان توفر لها مستلزمات الانتاج بكامل انواعها. يعني مستلزمات جميل. انتاج ميكنه نعم. وتقويات ومبيدات واسمده وارشاد زراعي وكل ما يخص العمليه الزراعيه. ده كلته اسمه هدف الاولاني من نشاه الجمعيه الزراعيه. الهدف الثاني اللي هو تسويق المحصول لصالح الفلاح نعم. هدفين بالسعر العادل بالسعر العادل اللي حقق له هامش ربح نعم. زي ما قال الدستور في الماده 29 نعم ان تحدد سعر عادل للفلاح ماده في الدستور 29 بتنص ان يتم تحديد طب سعر. طب ايهما افضل السعر العادل ام سعر الضمان؟ ما هو السعر الضماني بيكون حاطه في ناحيه العداله. ليه؟ لان انا لما اعمل له سعر ضماني قبل الزراعه بيبقى انا عرفت مثلا الحكومه سعرت مثلا السعر الضماني بتاع القطن 12000 جنيه لوجه بحري و10000 لوجه ابلي. يبقى انا قبل ما ازرع معايا الحريه بقى عارف ان انا لما اجي ازرع ان انا هبيع بكام وانا عارف ان ارضي بتنتج كام. نعم. احسب حسبتي هل هتنفع معايا ولا ما تنفعش. ادور على محصول تاني الدوله برضو بتضمنهولي ويبقى قدام الخيارات. ما هو اللي بيضيع الفلاح حاجه التذبذب في الاسعار. نعم. انت تعرف ان التذبذب في الاسعار اخطر على الفلاح من السعر المتدني. يعني ممكن سعر القطن لما يوصل 17 18000 في بدايه في الموسم اللي أنا فات انا من بدايه عندي معايا تليفونات كتيره جدا ممكن ويرجع تليفون. تاني اخر الموسم الفلاح نعم. هو قطن احسن منه يبيعه ب 8000 و 9000 ده ظلم. طب ده لان مفيش اتزان في الاسعار. اما بيعه سنه ب 10 وسنه ب 5 يبقى ده خراب البيوت. بزرع وبصرف نعم. على ان هبيعه ب 10 وابص الاقيه ب 5 يبقى انا خسرت. انما انا قدامي من قبل الزراعه عارف الحد الادنى بتاعي ايه. لو زاد رزقي انما ما وصلش الخساره. الفلاح ما يتحملش الخساره لانه محصوله هو بيبقى مديون بيه قبل ما يطلع. فما بالك لو ما جابش اللي هو عامل حسابه عليه يبقى هو كده يبقى احنا كده حياته الاقتصاديه ما بنوسعش وحصل الضرر عنه. ضرر علينا كلنا حقيقة. طبعا طب معانا نشأت من المنصوره. الو نشأت من فضلك اسمعنا من التليفون استاذ نشأت.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك شوية؟ كل سنة طيبين. وحضرتك طيب. طب بقى التلفزيون. اتفضل اتفضل يا استاذ ناشد. الحاج زهير بيقول عندنا أزمة في الكيماوي من سبب الغاز ومش الغاز. علي صوتك شوية يا استاذ ناشد. بقول لحضرتك الحاج زهير بيقول نعم. عندنا أزمة في الكيماوي. أنا فرحت الأسباب يا حاج. طب اسمعوا. قول اتفضل. طب حضرتك ازاي ان الكيماوي في المحلات ومتعان في المخازن وانا راجل من اول السنه من شهر 7 لهذا الساعه بشتري كيماوي ما فيش كيماوي في الجمعيات. بجيب الشكاره ب 1300 جنيه وب 1200 جنيه وعند التجار السوق السوداء عربيات نقل واقفه من الفجر بتحصل كيماوي والجمعيات ما فيهاش كيماوي. ده هل جاز مأثر على الجمعيات ومش مأثر على الناس اللي بره؟ طيب ازاي اما اروح اجيب الكيماوي؟ ايوه بيقول لي في فيزا وفي كارت. في فيزا وفي كارت زي كارت العيش. بيقول لك الفيزا ملهاش كيماوي. ازاي ملهاش كيماوي؟ مسحت 7 فدادين وملهاش كيماوي. تمام. لما يجي يديني كيماوي يقول لي الفدان له 3 شكاير الا ربع. رسالتك وصلت يا استاذ ناشد. طيب. هو ده اللي هو طب اخد سامي من الغربيه هنرد بقى حضرتك والحاج محمد. سامي اتفضل يا استاذ سامي من الغربيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا استاذ سامي منور الدنيا. اكلم الحاج محمد لو سمحت. اتفضل. لو سمحت. اتفضل يا ريس. ازيك يا عم الحاج؟ اهلا اهلا. كل سنه وانت طيب ومناسبه عيد الفلاح يا بيه. يا رب طيبين كلكم وفلاحين مصر طيبين. الله يرضى عليك انت مشرفنا ومنورنا والله. الله يخليك يا حاج سامي ما تحرمش. الله يبارك لك. انا عايز استفسار صغير خالص. من اول ما عملوا النقابه بتاع الفلاحين انا اشتركت عيده في النقابه والكارنيه من تاني مش عارف اجدده ازاي. تحت امرك كلمني تليفونيا واجدد لك الكارنيه. حاضر. طب اجيب رقم حضرتك ازاي يا حاج محمد؟ الله يبارك لك. في الكنترول معاهم رقم حضرتك يا حاج محمد. في الكنترول هيدوك الرقم. خدوا من الكنترول وهيدوك الرقم وتحت امرك يا حاج سامي. ارد بعدين ولا في حاجه تاني؟ طب دكتور شبراوي. دكتور شبراوي من المنصوره. مساء الخير يا فندم. ايوه معاكي معاكي. منورنا يا دكتور اتفضل. معاكي كل عام طيب. عرفت حضرتك دكتور في ايه؟ مشكلتي الاسمده. حضرتك دكتور في ايه يا دكتور شبراوي؟ انا الدكتور الشبراوي امين. نعم. انا استاذ في مركز البحوث الزراعيه. الله عليك. تمام. معادي. مركز البحوث الزراعيه. ووكيل وزاره الزراعه في الدقهليه الصادق. تمام. اتفضل يا فندم مع حضرتك. عايز احل لك مشكلتي الاسمده. اتفضل اتفضل يا استاذ شبراوي. دلوقتي فاكره موضوع الدولار ده كده بتفرج الناس كلها بتفرج موضوع بالله. الدولار لما حصل اللي نعم. كان وصل ل70. نعم. عايز اقول ان مفيش حاجه اسمها دعم الاسمده. اتفضل. عايز اقول وانا بقول ومسؤول عن كلامي. نعم. استكارة الاستماد بدل ما تبقى ب 360 او 355 تبقى ب 600 جنيه بس موجوده على مستوى الجمهوريه ومقننه واي واحد ياخد شكارة اسمده يبيعها باكثر من السعر الرسمي السجن مباشره. نعم. لان ده قوت مصر. وانا بقول هذا الكلام من تجارب. طب الحل ايه؟ ياخد شكاره اسمده ب 360 وخدها ب 200. يعني حضرتك عايزه بدل 260 تبقى ب 360؟ نرفع السعر يعني. نرفع السعر عشان يبقى يعني عادل شويه. هيرفع. ماشي يا استاذ شبراوي. ما تستعجلش. طيب خلينا يعني هبدا بالحاج محمد. هو الحاج محمد رد على النقابه. خليني طيب. كنت اتفضل عشان اتفضل يا حاج اتفضل وجه لي السؤال يعني. اتفضل ولا لا اتفضل. لا ما هنجاوب بالطرفين برضه الحاج محمد. هو فعلا اللي قاله الاستاذ او الحاج نشأت في البدايه ده اللي انا قلته وانا اختلفت معاه ان في بيتباع بيعاني برضه. هو صوت الراجل وهو بيتكلم في معاناه يعني يا جماعه انتوا عارف اللي هو بيقول لنا ايه؟ انتوا قاعدين يا جماعه في البرنامج قدام التلفزيون وقاعدين بتقولوا الدنيا حلوه وجميله وردي نقطه من اول سطر ما عندناش ده. ما بنكرش ان في ازمه اسمده. ما بنكرش ان في سوق سود. انا ما بنكرش الكلام ده خالص. لا اطلاقا ما انا تعليق بس على حته ان الشكاره ازاي الغاز اثر على اللي في الجمعيه وما اثرش على اللي بره الجمعيه. نعم. جاوبوا فيدي. اتفضل.
النهارده. وبرضه هتطرق لكلمه الاستاذ او الدكتور شبراوي اللي قال الدعم الاسمده. هي الاثنين جايين في بعض. هو دعم مباشر فعلا للاسمده، ما فيش دعم مباشر، انما في دعم غير مباشر عن طريق ان احنا مصانع الاسمده بتاخد الغاز مدعم بسعر مدعم من الدوله. والدوله بتدعم الغاز اللي بتديه لهم مقابل ايه؟ مقابل ان مصانع الاسمده بتلتزم انها تطرح للجمعيات والتعاونيات والبنك اربع قطاعات، ثلاث جمعيات العامه والبنك الزراعي، الشركه الزراعيه، البنك الزراعي المصري، بتطرح لهم بتديهم 55% من انتاجهم، والشركات حره في ال 45 تبيعها باي سعر. تمام؟ ال 55% دول هم لو مشوا صح ممكن يكفوا الاحتياجات الحاليه قبل زياده مساحه الارض المنزرعه في مصر، زي ما قال الدكتور اسعد والاستاذ اسعد اللي هو رئيس الاداره المركزيه للتعاون. المساحه زادت بس لسه ما دخلتش في الحصر، ففي مساحه حوالي 2 مليون فدان داخلين على زياده على الرقعه الزراعيه في مصر. احنا بنتكلم على 55% من كميه انتاج المصانع تكفي الارض القديمه قبل الزياده. فهم بيلجأوا للمساحات دي. يعني الازمه ناتجه عن زياده المساحه الزراعيه. النهارده بناخدهم لو خدناهم للجمعيات هنكفي الارض القديمه. تمام، لو خدناهم كاملين. المقابل بقى ان المصانع الاسمده بتاخد 45% تبيعهم بطريقتها، تصدرهم، تبيعهم في المقابل ان هي بتديني 55% بسعر مدعم. هي حره في السعر ال 45، فممكن يدخل السوق عنده في المحلات تلاقيها موجوده، وموجوده بسعر عالي. تمام؟ اذا كان هو بيقول لي يعني هو عاوز يقول ان التسريب اللي في المحلات ده من الجمعيات، اذا كانت الجمعيات ما فيهاش على رايه، سربت ازاي؟ ما فيهاش. والنهارده بعد الكارت الذكي والحوكمه صعب جدا 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 يتم تسريب في الكيماوي. اللي بيسرب الكيماوي هو مثلا ان انا راجل عندي حيازه كبيره واخد لي 2 3 طن ومأجر ارضي، ما برضيش لادي الفلاح بتاعي المساحه ديت الكميه ديت واروح ابيعها انا في السوق السود، ودي موضوع صعب حله. احله انا معايا الكارت الذكي حجي ان انا اروح اصرف بيه، بصرف وما بديش للفلاح بتاعي. هي دي فيها ظلم واجع على الفلاح اللي بيزرع حقيقي في الارض فعلا، بس انا بطلب من الاخ اللي بيأجروا الارض ما تأجرش الارض بغير الاسمده. لازم تاخد اسمدتها، لان الدوله مطلعه للمساحه دي اسمدتها، مش عشان انت مأجرها ما تاخدش اسمدتها. وبطالب اخواتنا المزارعين برضو اللي عندهم مساحات وبيأجروا ما تبيعش للسوق السود، ارضك اولى، اللي انت مأجرها دي ارضك برضو اولى. دي رساله، دي رساله، دي رساله محترمه جدا حاج زهير، ان اللي عنده ارض مهما كان بيأجرها لازم ياخد الاسمده اللي خصصت لهذه الارض. بالظبط، لان الارض دي ارضك. حتى لو انت مأجرها وضامن ايجارك لازم تحافظ على الفلاح اللي فيها عشان يحافظ لك عليها بعد كده، تعرف تأجرها أجار محترم وأرضك تفضل خصوبتها عالية ما تتدناش مستوى الزراعة فيه. يعني برضو المشكلة عندنا، يعني برضو الفلاح بيشارك وصاحب الأرض بيشارك في الأزمة. السلوك عاوز يتغير. السلوك بتاعنا، السلوك بتاعنا عاوز يتغير. حاج محمد عندك حاجة عايز تقولها في الأزمة دي قبل ما ننتقل لسؤال آخر؟ عايز أقول إن احنا في أزمة برضو، أنا مصمم وبطالب طبعا السيد الوزير وغير بيه والتعاونات والجمعيات، وانا معترف ان احنا في ازمه، بس اللي انا بقول برضو زي ما بقول انا في ازمه، الازمه في بدايه حلها، واعتقد ان شاء الله مع توجه الوزير الجديد انا بتبشر مش هلاقوها في موسم الشتاء ان شاء الله. وانا متفائل، ولكن عشان انا متفائل ان يكون في نقابه والاصلاح الزراعي والتعاونيات ووزاره الزراعه، هذا تضافر بين الحكومات والجهات المدنية الممثلة للفلاح ومشاكله بصدق، لانه انتوا في وسط الفلاحين واحسن من يمثلهم وعارفين مشاكلهم ايه، واحسن من يضعوا مقترحات للحلول في الامور دي. طب انا عايزة في سؤال مهم بقى، كان زمان كده في موسم جني القطن والقمح، كان اللي عنده بنت وعايز يجوزها، واللي عنده ازمة، واللي عايز يحج، واللي عايز يبني بيت، كان كنا بنستلف على الزرع، كان في حاجات حلوه، وكنا كان الفلاح كده يبقى مستني الزرع وحصادها ويبقى فيه في حاله من الفرح. وكل النساء والفتيات ينزلوا وهم بيجمعوا القطن الذهب الابيض ده في حاله من الفرح واغاني راحت فين الروح دي؟ العهد القديم يعني. ودي ايه؟ زراعات استراتيجيه. شوف المعنى بتاعها جميل اللي بينتج عنها واصلها،
الزراعه الاستراتيجيه بتاعتنا اللي بنهتم بيها اللي جرى عليها بقى كله عايز يزرع فراوله. ليه؟ عشان هي سريعه وبتطلع تاني بسرعه. الدوره الزراعيه حاجه زهير الدوره الزراعيه حاجه زهير اللي ما بتتمش الفراوله خربت الدنيا في البحيره بالذات. لا في كل حته بس مش بحيره بس. حلوه. انا اهو دخلت بقيت من الفلاحين انا كده نزلت الغيط. خلاص كده نزلت الغيط. حاج محمد فين مصر من الزراعات الاستراتيجيه اللي كانت بتقوم عليها مش حياه الفلاح؟ بص بقى هي حياته قايمه على ده ان الحصاد والانتعاش الاقتصادي ده بيمثل اقتصاد مصر كلها كان واقف عليه. انا هقول لحضرتك حاجه. اولا الموضوع اللي قلتنا ده اتكلم فيه السيد الرئيس لان الموضوع ده طبعا احنا ده السؤال اللي هنختم بيه. وده كان كويس ان هو لان السيد الرئيس لما بيتكلم في حاجه برضه بتاخد اهتمام طبعا اكيد. فلان الموضوع ما كانش هيبقى من مني ولا من الحاج زهير، كان لازم من قرار سيادي، لان ده موضوع مش سهل. يعني هنرجع بقى المكن والغزل والمكن اتغير وطول التيله وقصير التيله، فهو خد القرار ان الوزاره تتجه لموضوع زراعه القطن، وده موضوع يعني كويس ان هو خد القرار ده. فالنهارده احنا مش هنقدر نفتي فيه ان احنا زراعه القطن نرجعها تاني ولا مش هنرجعها تاني الا لما يبقى في منظومه من وزاره الزراعه، ويمكن عايزه ثوره تشريعات الوزاره عشان نرجع بقى نرجع العهد اللي حضرتك بتقول عليه. ويمكن احنا وصلنا للنقطه دي ان اي دوله هيبقى قوتها بنفسها، لاننا محاصرين بحروب وعالم بينا احنا داخلين على ايه، فلازم يكون حقيقه احنا كل نرجع للزراعه الاستراتيجيه. وبرضه الزراعات دي مع مطلوبه، الاكل والشرب هم مطلوب، والتصنيع الزراعي مطلوب، والتصنيع الزراعي ما على يعني انا متفائل برضه بكامل بيه الوزير اللي بدا يصرح بالمصانع الصغيره وبسرعه اصنع. اصنع جنب وانا بنتج الفلاح ينتج يكون في مصانع صغيره زي الطماطم وزي خلاف وزي تصنيع للتصدير بره. يعني احنا عايزين قرارات وزاريه قويه، ثوره تشريعات قويه جريئه. يعني خلاص موضوع الاسمده احنا بطلناه، احنا عايزين بقى ثوره تشريعات. بس انت متفائل يا حاج؟ انا متفائل ان شاء الله، وببعت برضو رساله حب للقائد بتاعنا في عيد الفلاح، بنقول له فلاحين مصر بتقول لك كل سنه وانت طيب. وخد بالك منهم، احنا مش هنقول اكتر من كده. جميل. يعني وصى علينا. اختم لنا. لا طبعا متفائل، اذا كان الختام يبقى متفائل. انا يعني احنا متكلمة حضرتك على القطن. القطن ده كان عصب الاقتصاد المصري وليس الاقتصاد الزراعي، وانا بقول انطار القطن لو زاد بقى باعلى الاسعار هو خير لمصر. بس الكل بننتجوه، واللي انا شايفه من الدولة النهاردة ان هي عرفت اهمية محصول القطن كمحصول استراتيجي كان في وقت من الاوقات قائم عليه الاقتصاد المصري بالكامل، مش الاقتصاد الزراعي بس، وكان هو الخير للفلاح. وعلى رايك زي ما بتقولي كان اللي عاوز يجوز واللي عاوز يحج واللي عاوز يبني، ده نموذج ان ده اقتصاد مصر كله كان بيأجل لمحصوله القطن. نعم. فانا بتمنى ان القطن انا شايف اهتمام الدوله فيه، ومن ضمن اهتمامات الدوله السعر اللي متحدد مثلا النهارده 12000 جنيه سعر مرضي. واتمنى ان الدوله ما تسيبوش ينزل عن كده، مع ان انا عندي هيقفلوا علينا حاجه زي عندي مشاكل في انتاج القطن السنه دي، محصول القطن فيه مشكله، ومركز البحوث نازل لبحثها، الفلاح النهارده عنده بس مشكله. اختم لنا يا حاج زهير، اختم لنا. اختم اقول كل سنه وانتم طيبين، عيد الفلاح بعيد الفلاح، وان شاء الله مصر بخير واللي جاي افضل، وان شاء الله البلد دي بيتعمل فيها كويس، ونتمنى تكون احسن واحسن، وان شاء الله راجعه وتعيش معك. يا مصر ويعيش فلاحين مصر، وان شاء الله القادم افضل. شرفتوني، بشكر حاج محمد عقاري، نورتنا في نقطه من اول استاذ نقيب الفلاحين، نشكر المحاسب الجميل الحاج زهير سيد. كنت عاوز اكلمك على حته رئيس الجمعيه العامه لاصلاح الزراعي. على فكره انا محاسب وبفخر بالجلابيه، وانا بفخر اني معاك. والدي كان بيلبس الجلابيه واحنا اهالينا كلهم فلاحين. انا كان نفسي اجيب جلابيه النهارده. انا ابن فلاح من اللي اتعلمه على ايد الفلاحين، احسن علامه. جميل. هنلبسك عبايه وشو. كل سنه وانتم طيبين. فلاحين مصر وتعيش يا مصر، دمتم بخير. كانت معكم فارس نقطه من اول.